إذن مشاهدينا، بعد شهر على حادثة غرق طائرة سري ويجايا إير في بحر جاوة، كشف محققون إندونيسيون عن خلل قد يكون المسؤول عن هذه الكارثة. عطل في نظام الخانق الآلي قد يكون تسبب في فقدان الطيارين القدرة على السيطرة على طائرة البوينغ 737-500. في التفاصيل، أوضح التحقيق بأن ذراع الخانق الآلي في المحرك الأيسر تحرك للخلف من تلقاء نفسه أثناء تشغيل الطيران الآلي، ما خفض إنتاج الطاقة للمحرك. الطيارون في رحلات سابقة كانوا أبلغوا عن مشاكل في نظام الخانق الآلي للطائرة، حتى أنها خضعت لعملية تفتيش قبل استئناف الرحلات التجارية والتي كانت توقفت بسبب وباء كورونا، وسمح للطائرة الإقلاع مجدداً رغم المخاوف المتزايدة حول سلامتها.